في الالعاب، مجرد الالعاب. فكان احنا ليش ما نستعمله في حاجه مفيده اكثر؟ فاجت الفكره انه نعمل تطبيق يساعد المدرس والمحاضر في الشرح في عرض السلايدات تبعه. احنا عارفين في الجامعات وفي المدارس حاليا نستعمل السلايد شوز او الباوربوينت في الشرح. فعملنا ابلكيشن بيمكن المدرس او المحاضر من انه يتحكم في العرض الشرح تبعه باستخدام حركات ايده المجرده. فمثلا بامكانه بحركه بسيطه زي هيك انه يروح على السلايد اللي بعده، حركة بسيطة زي هيك يرجع للسلايد اللي قبله. وادينا امكانيات ثانية، مثلا زي بامكانه يعمل روتيت، يدور العرض بشكل كامل، بامكانه يعمل زوم ان زوم اوت، واذا احتاج انه يرسم حاجة معينة برضه بامكانه يرسم بحركة ايده من غير ما يستعمل لوح او يغير السلايد او يغير اي حاجة على الكمبيوتر او يمسك ماوس او كيبورد. فاحنا حتى الان زي ما حكيت منتجين تطبيقين، في تطبيق تعليمي يستخدمه المدرس في عرض الشرائح والباوربوينت سلايدز تبعونه، في تطبيق ثاني بنسميه الادز فيور ممكن يستعمله في عرض الاعلانات التجاريه. فبامكانه مثلا التاجر يحط شاشه كبيره في الواجهه الزجاجيه تبعت محله، واي مستخدم يمر من جنب المحل بامكانه يتفاعل مع عروض الاسعار، مع الاشياء اللي يعرف المكونات الموجوده في المحل، البضائع الموجوده عنده من دون ما يدخل المتجر، وحركات جسمه يعني تفاعلي اكثر وجذاب للناس. احنا في مبدئيا الابلكيشنز تبعتنا راح تربح او حتدخل مصاري بطريقتين. الطريقه الاولى محليا في السوق المحلي، كيف نبيع؟ بامكاننا مثلا نتعاقد مع مؤسسه تعليميه او مع متجر معين، نعمل له ابلكيشن معين بسعر معين نتفق فيه على العقد. طبعا هذه الابلكيشنز اسعارها تتراوح حسب طبيعه البرنامج وتعقيده، حسب برضه المهمه المطلوبه والشغله اللي لازم يعملها البرنامج. اما بالنسبه للبيع الالكتروني، زي ما احنا عارفين هذا سوق عالمي بيدخلوا فيه ناس كثير، وممكن المنافسه تكون شديده اكثر من السوق المحلي اللي ممكن تكون الخدمه تبعتنا فيه يونيك وما فيش حدا زينا. فبناء على ذلك الاسعار برا حتكون مختلفه شويه، ولازم ناخذ بعين الاعتبار المنافسين ونسعر على هذا الاساس.